آخر محاضرة حكينا بيها كان عن الكلاسيفيكيشن للبنسلين، ومثل ما هو واضح من الجدول شلون قسمناه إلى مجاميع ما حسب الأبزوربشن مالته، حسب السورس مالته، الريزيستنس، أسيد ريزيستنس، ريزيستنس تو ستافيلارياس، وهكذا على البروتين بايندينج للبلاد. حسنا راح نبدي ناخذ البرودكت، اول برودكت للبنسلين، واحنا مثل ما ذكرنا بالبدايه كان البنسلين جي اللي هو البنزيل بنسلين، ومثل ما واضح هذا الستركتشر مالته، احنا هذا اتفقنا البنسلين وهذا البنزيل بنسلين السايد تشين مالته. البنزيل بنسلين مثل ما هو واضح من الجدول اللي عندك برود سبيكترم، نوعا ما انترميديت السبيكترم مالته، مالتي بيربوسز، لكن مثل ما تشوف انه الاسيد ريزيستنس بور، الاورال ابزوربشن طبعا راح يكون قليل، مثل ما قلنا ما دام ب هيدروفوبيك مويتي فراح يكون البلازما نوعا ما البايندينج مالتها بروتين، بلازما بروتين بايندينج يكون نوعا ما قوي. بيتا لاكتيميز ريزيستنس ماكو، اذا هو ريزيستنس للبيتا لاكتيميز. السبيكترام اكتيفيتي مالته قلنا انترميديت وبي ملتي بيربوسز. البنسلين جي السولوبيليتي مالته قليله، فحتى يحضر منه سوليوشن فحضره كبوتاسيوم او صوديوم او كالسيوم سولت، احنا نعرف من نحضر سولت تبدي تزيد البولاريتي فيصير سوليبل، لكن مثل ما ذكرنا انه هو الستابيليتي مالته بالستومك قليله فما اقدر انطي اورالي، او لازم انطيه بكميات كبيره ويا انتسد، فبدا مثلا يستخدم انتسد او يستخدم بفر، مثلا استخدم الالمنيوم هيدروكسيد ومغنيسيوم ترايسيليكيت وهكذا حتى يحافظ عليه ويمتص. وطبعا مثل ما قلنا لازم بجرعة كبيرة، صح هو التوكسيزيتي قليلة الا اذا اكو الرجي، بس ستيل الريزيستنس مالته للاسيد قليل. وطبعا شاف انه من البوتاسيوم والصوديوم سولت اللي حضرها راح يقدر، طبعا يقدر ينطيك انجكشن لان صار ووتر سوليبل، وبدا يتحكم بنوع السولت اللي راح يستخدمه. زين اذا الشخص عنده كونجستيف هارت كونديشن ينطي البوتاسيوم، شخص عنده رينال فيلير وعنده هايبركاليميا ينطي الصوديوم سولت. بهالطريقة قدر يتلاعب بالدوز اللي راح ينطيه، بدأ يطور، لأن مثل ما قلنا احنا دائما الدراسة يحاول يقلل الدوز من البداية، النقاط اللي حكيناها يحاول يقلل التوكسيزيتي، يحاول يزيد الديوريشن، هذه اللي انتو دائما تدرسوها بالستركتشر اكتيفيتي ريليشن شيب. بدا يغير بالدوزج فون، مثل ما قال لك هنا ناس واز ريبليس دي دوزج فون ريبليس باي سسبنشن ان فيجيتابل اويل تو ويتش الومنيوم مونوستيريك اور الومنيوم دايستريت، الومنيوم مونوستريت او الومنيوم دايستريت ادد، يعني بدا يحول الدوزج فون يحط ويا اويل حتى يسوي كسسبنشن، وممكن يزيد الديوريشن مالته او يحافظ عليه من الاسيديتي. تطوروا اكثر بالستركتشر مالته انه بدا يحضر من عنده هاي مولكيولر ويت امين سولت، واول واحد كان البروكاين بنسلين، والبروكاين بنسلين السوليبيتي مالته بالماء قليله، ولذلك انجكشن هو انتراموسكولارلي بس ينطي، والماء تضيف للماء المقطر يكون على شكل سسبنشن، وراح يستخدم البروكاين هيدروكلورايد هو اول نوع من الامين سولت اللي استخدموه ويا
كائن بنسلين. هذا الستركتشر مالته في المواضع عندك هنا. هذا البنزل بنسلين اللي هو البنسلين جي، وهذا البروكاين اللي هو إذا تلاحظ هذا هو عبارة عن بارا أمين أو بنزويك أسيد متصل بأثيلين، وهنا أمين متصل بتراي بيثيل جروب. فائدة البروكاين بنسلين هنا زيد لي الديوريشن مالته، نفس الوقت حافظ لي عليه الستابلتي مالته، وقدر يحضر منه بتركيز معين واستخدمه كانجكشن. من هذا الموضوع استفاد في شغلة انه سوى كومبينيشن من بوتاسيوم او صوديوم سولت للبنسلين ويا البروكاين بنسلين، حتى اذا كان مستخدم الصوديوم او البوتاسيوم راح يعطي الاكتيفيتي بسرعه، لانه مثل ما قلنا الابزوربشن مالته اسرع، الديوريشن مالته اقل، فراح يزيد لي الجرعه للبنسلين. وبعدين البروكاين بما انه الريليز مالته ابطا، فراح يعطيني كانه سستيند ريليز، فبهالحاله راح احصل الكونستريشن اللي اريده بسرعه بواسطه البوتاسيوم او الصوديوم بنسلين صوت. وبعدين بالبروكاين راح يصير عندي برولونجيشن للديوريشن. نوع اخر استخدم من البيزك امين اللي هي البنزاثين، والبنزاثين مثل ما هو واضح من الستركتشر هنا هو داي بنزل ويا تو امينو جروب، ولذلك مثل ما تشوف الايتش موليكيول من البنزاثين راح ياخذ لي تو موليكيول من البنسلين جي. شاف انه هذا اكثر ستابلتي، ممكن ينطي اورال يحضر منه تابلت، معناها قدر يسوي له فد نوع من البروتكشن للبنسلين موليكيول، فسوى لها ستابلتي اجينست جي اي تي اسيديتي جاستريك اسيديتي، وقدر ينطي اورالي. البنسلين جي هو بايوسينثيتيك، احنا من الاول قلنا اول واحد اكتشفوه واستخدموه وحضروه بايوسينثيتيكلي. اللي بعده هو البنسلين في. البنسلين في مثل ما تعرف ستراكشر مالته هو قلنا الفينوكسي الفينوكسي بنسلين، المكان البنزل خلى فينول ويا او فينوكسي مثل، يعني حول البنزين رينج ستيج 2 باقية، بس البنزين رينج حولها إلى فينوكسي جروب. البنسلين في ستيبل بالستومك، وهو أيضا بايوسينثيتيك إذا تتذكرون، حكينا أنه قلنا يجيب يسوي كلتشر ويجيب المايكرو أورجانيزم مالته اللي راح يحضر له البنسلين، وبطريقة النيوترنت اللي راح يضيفها راح يقدر يحضر نيو ديريفيتيف أوف بنسلين، فهو أيضا بايوسينثيتيك مثل ما قلنا، ممكن ينطي أورالي لأن هو ستيبل بالأسيديك ميديا، وفيحضر منه حتى سسبنشن، وطبعا استخدم البوتاسيوم سولت اللي هو سينثيتيك. وراح نشوف اكثر البنسلينز هي سيمي سينثيتيك، بس اللي بيور سينثيتيك من حكينا على السينثيسيس مال البنسلين هو كان الميثاسيلين، والميثاسيلين مثل ما تشوف هو غير البنزيل جروب كلها سواها 2,6-dimethoxy 2,6-dimethoxy بنزاميدو بنسلينك أسيد. هذا سماه البنزاميدو، هذا وهذا الأميدو، وهذا البنسلينك أسيد purely synthetic. وخذنا السينثيسيز مالته شلون، الميثاسيلين بوجود هذه التو جروب على الفينال جروب
إن طافت أكتيفيتي جيدة أنه عنده ريزيستنس لنوع خاص من البيتا لاكتيماز اللي موجودة بالستافيلوكوكس، وأيضا شاف أنه مقاوم للبنسلينيز فروم باسيلا سيرس. هذه كان الأدفانتج بالنسبة للميثاسلين. لكن الميثاسلين بي نوع من الريستريكتد بالاكتيفيتي مالته نتيجة هالبلك جروب، إذا تذكرون قلنا من خلى ايونايزد جروب مثل ما راح نشوف هسه بالامبسلين وبال بالكاربنسلين، انه هذه الايونيك جروب ساعدته يدخل ثرو دي سيل وول من البورنز، خصوصا بالنسبه للجرام نيجاتيف سيل وول اوف جرام نيجاتيف بكتيريا. فاكو ريستركشن للدخول مالته، السبيكترم مالته نورو، بس ممكن يستخدمه في حاله انه البنسلين جي ما ممكن يستخدم لسبب انه اكو ريزيستنس من قبل المايكرو اورجانيزم انه بي بنسلينيز. بس ستيل الميثاسلين ما بي اسيد ريزيستنس، يعني ممكن يصير بي ديجراديشن بالاسيد، فلذلك هو يحضر كانجكشن اونلي. وبي ايضا ديس ادفانتج اخرى انه ممكن يسوي لي نفرايتس. السنسيتيفيتي مالته الميثاسلين تقريبا من اكثر البنسلينز اللي تسوي الارجي. البعده هو الاوكساسلين، مثل ما تشوف الاوكساسلين ايضا النان الفينول كلها اللي كانت والبنزل الفينول والسي اتش 2 اللي كانت بالبنسلين جي حولها الى هذا الستركتشر اللي هو راح يبدي رقم منها 1 2 3 4 5. فش قال لك 5 مثل هذا ال 5 مثل 3 فينول هذا 3 فينول 4 اللي هذه البوزيشن ايسوكسيزوليل بنسلين هذا البنسلين. الفائدة طبعا نرجع نقول هو بحدد لك شرع قلنا راح تكون اكثرها سيمي سينثيتك هاي ريزيستنس سون اكتيفيشن باي بنسلينز. اذا راح يكون نوعا ما عند ريزيستنس للبنسلينيز، مثل ما قلنا مو كل انواع البنسلينيز بس بصورة عامة راح يكون ريزيستنس وهو يعزيل وجود هذا البيج جروب. طبعا مثل ما قلنا اكو ريستريكشن راح يكون بالاكتيفيتي مالته، ولذلك هو نارو. لو تشوف الجدول هو نارو سبيكتروم اكتيفيتي. يعزى هذا هاي المقاومه للبيتا لاكتيميز انه وجود هذه البيج جروب تسوي نوع من الستيريك هندر على البيتا لاكتان، فتمنع الانزيم من انه يجي يسوي لي هيدروليسيس للبيتا لاكتام رينج ويفتحها. بنفس الوقت شاف انه ممكن ينطي اورالي لانه عنده ريزيستنس للاسيديتي وممكن يدخل للجايتي وما يصير بي ديجراديشن او دي اكتيفيشن. ونفس السبب يعتبر او يعلل انه الديجرادي اسيد ديجراديشن اللي هو شنو هم اتش بروتون راح تجي على الكربونيل وتفتح للرينج مثل ما سوينا بالاسيد ديجراديشن اللي شفتوه المحاضرات السابقه. بس هنا عللها نفس السبب انه مثل ما منع البيتا لاكتيميز نفس الوقت راح يمنع البروتون من انه يجي يسوي التاج على البيتا ميتا البيتا لاكتام رينج. شاف انه
الاكسكريشن مالته راح يكون بالكدني، وبنفس الوقت شاف راح يصير ب فيرست باس ميتابوليزم، وهذه انتم ماخذيها، وين راح يصير بالليفر، فيتحول الى الفايد هيدروكسي ميثيل ديريفاتيف. استل شافوا انه هذا التفاعل والتكون مال الفول هيدروكسي مثل الاكسيديشن، هذه الديريفاتيف لها ايضا اكتيفيتي اقل من المركب الاصلي اللي هو الاوكسيسيلين. استل يسوي الرجيك رياكشن مشابه للانذر تايب اوف بنسلين. النوع الاخر هو الجلوكسيسيلين. الجلوكسيسيلين مثل ما تشوف الستركتشر مالته هو نفس الفكره للاوكسيسيلين، بس الفرق هنا ضاف لي كلورين على الاورثو بوزيشن بالنسبه للفينل اللي متصله بالثري بوزيشن. شاف انه نوعا ما يزيد لي الاكتيفيتي، يزيد لي نوعا ما الريزيستنس للبيتا لاكتيميز، بس استل انه يكون يسوي الارجي عادي بنفس بقية البنسلين. بنفس الوقت شاف انه الاستابلتي مالته بالاسد موجودة، وانت تعرف اكو جلوكسيسيلين كبسول، فاذا هو ريزيستنس لقسم من البيتا لاكتيميز وبنفس الوقت ريزيستنس تو الاسيد. المركب الاخر او الانتيبايوتيك الاخر او الانتيبكتيريا الاخر اللي حضرها احنا كله قلنا حتى نزيد الريزيستنس اجينست بيتا لاكتيميز، حتى زيد الريزيستنس للاسيديتي، حتى اقدر اعطي اورالي، حتى زيد الاكتيفيتي اقلل الديوريشن. احنا هذني كلها اللي اخذناها تعرف تنأخذ على الاكثر كل 6 ساعات. الدايجلوكسيسيلين مثل ما تشوف هو ضاف انذر كلورين اتوم على الاورثو بوزيشن الثانيه للفينل جروب اللي متصل بال بالرينج الايزوكسيزول رينج، مثل ما قلنا مشابه. هم هذول الثلاثه الاوكسيسيلين والجلوكسيسيلين والدايجلوكسيسيلين اكو تشابه، بس شويه اكثر الريزيستنس للبيتا لاكتيميز الانواع اكثر، بس هي بصوره عامه نفس الفكره، واللي هو ايضا سيمي سينثيتيك. هذه كلها اللي حكيناها هي سيمي سينثيتيك. النفاس اللي غير الرينج مكان ما كانت بنزين رينج ويا سي اتش 2، حول البنزيل جروب كلها الى نفثالين وبي ايثوكسي جروب بالاورثو بوزيشن. النيفاسيلين سيمي سينثيتيك، بنسيلينيز ريزيستنس كومباوند، ممكن يكون ريزيستنس للاسيد، ممكن استخدمه اورالي، والاكسكريشن مالته راح يكون سمول اماونت منه اكسكريتد ثرو كيدني، والموست اوف ذس انتيبايوتيك راح يصير الاكسكريشن مالته انديفايا. فنتيجه لهذا نتيجه هذا الاكسكريشن ثرو ذا بايل شاف اكو سايكليك ري ابزوربشن فروم ذا جات، واللي راح يحصل فطبعا راح هذه الحاله راح يرد يرجع الى البلد ستريم، فيزيد لي ديوريشن للاورالي دوزج فورم. نفس الشيء كلها الجلوكسيسيلين الاوكسيسيلين الدايوكسيسيلين النفاسيلين كلها نفس الفكره، انه راح استخدمها بحاله اذا عندي البنسلين جي اللي هو قلنا ستل الدراج اوف تشويس، راح يستخدم اذا البنسلين جي ما ممكن يستخدمه لان اكو بيتا لاكتيميز، راح يضطر يستخدم واحد من هذه الانتيبايوتيك. بس شاف شيء مهم خصوصا بالنسبه للميثاسيلين، انه اذا استخدمه وما كان له ذاك التاثير على المايكرو اورجانيزم، عنده قابليه هو يخلي المايكرو يسوي اندكشن للمايكرو اورجانيزم فيكون بيتا لاكتيميز.
انزيم. فبهالحالة مو ممكن مثلا اسوي كومبينيشن، اقول الميثاسيلين السبكترم مالته قليل احط وياه البنسلين جي والسبكترم مالته كبير، فبهالحالة او انترميديت مثل ما قلنا، فبهالحالة راح يصير سينرجيزم. الحقيقة ماكو هذه الحالة. ليش؟ لان الميثاسيلين راح يسوي اندكشن للمايكرو اورجانيزم، حتى اذا ما كان بيتا لاكتميز راح يحضر بيتا لاكتميز ويسوي لي هيدروليسز للبنسلين جي، وبهالحاله اكون ما استفدت من الكومبينيشن. الدريفيتيف الاخر واللي مهم هو الامبسيلين، وانتم تعرفون الامبسيلين ايش قد استخدامه، ومثل ما قلنا ومثل ما واضح بالجدول انه هو برود سبيكترم. الامبسيلين اللي صار هو اخذ البنزاثين بنسلين اللي هذا البنزيل جروب الفينيل ويا سيشتو، كل ما هنالك ضاف عليه امينو جروب على هذا البوزيشن اللي هو الالفا بوزيشن بالنسبه للكربونيل. وجود هالأمينو جروب وإحنا شرحناه بالبداية هم ذكرناه، يعني قلنا وجوده يدلي السبكترم للأكتيفيتي مالت هذا المولكيول. والسبب قلنا من أي إضافة أيونايز جروب راح يزيد لي البنتريشن لهذه الأنتي بكتيريال ثرودي سيل وول، وحتى بالنسبة للجرام نيجاتيف اللي هي تكون نوعا ما السيل وول مالها محمي. ومثل ما قلنا أهم شيء أنه بالنسبة للأمبسيلين أحضر الدي آيزومرز، يعني لقلنا ذانا هم صار عندي أنذر كايرال سنتر، فالدي هو الأكتف قلنا من مرتين لثمان مرات أكثر أكتف من البوزيتيف. لكن البنسلين وطبعا هذه انتم تعرفوها البنسلين الجوريشن مالته مو كلش لونج، لانه ناخذ المفروض كل 6 ساعات، وموجود طبعا ككبسول وموجود كانجكشن، معناه هو نوعا ما بي اسيد ستابيليتي. الاكتيفيتي مالته راح تكون against gram positive وgram negative. كثير من الgram negative بكتيريا راح يكون بأكتيفيتي. شاف أنه الامتصاص مالته الستابلتي مثل ما قلنا مو كلش عالية، الابزوربشن مالته مو كلش عالية إذا ترجع للجدول. فقسم منه راح يبقى، القسم اللي ما راح يمتص شاف أنه بي فائدة إذا عنده انفكشن بالأمعاء من السلمونيلا أو الشقلة ممكن يعالج الأمبسيلين. وبما أنه الأمبسيلين أو بصورة عامة البنسلين قلنا أكثرها راح تنطرح من خلال التيوبيوز اللي هو أكتيف تيوبيوز إكسكريشن، شاف أنه إذا سوى كومبينيشن من الأمبسيلين ويا البروبنسيد اللي البروبنسيد تعرف شغله شنو، اللي يسوي لي انهبيشن للاكتيف تيوبولار اكسكريشن، فبهالحاله راح يتركز الامبسيلين باليورين، وممكن يستخدم بهوايه من انواع من الانفكشن وخصوصا بالنسبه للجنوريا. يعتبر الى وقت قريب هو الدراج اوف تشويس للجنوريا. ومثل ما قلنا لأنه ماكو كومبليت ابزوربشن ممكن استخدمه بالسلمونيلا والشيغيلا إذا أكو انفكشن بالجي آي تي. الأمبسيلين ووتر سوليبل نوعا ما قلنا بيستابلتي بالأسيد، والبي كي اي مالته مثل ما تشوف كاتب لك 7.3 يعني متعادلة، لأن تعرف أنه مثل الزويتزر أيون إذا تذكرون قلنا يعني كاربوكسيل جروب وبي أمينو جروب. وإذا كان في أسيد سوليوشن طبعا الأمينو جروب راح تكون بروتينيتد، فهذه اللي راح يكتسب نوع من الستابلتي بالأسيدك ميديا.
أسيد هيدروليسيز راح يكون قليل، لكن الكلين هيدروليسيز ممكن يصير بسهولة. مثل ما قلنا راح ينطيب إيج 6 أور. الأنتي بكتيريال الآخر هو الباكامبسيلين. لو تلاحظ هو نفس الأمبسيلين بس خلاله إستر. الباكامبسيلين هو البرودرج للأمبسيلين. إن شاء الله الكورس الجاي بالخامس نأخذ شيء اسمه البرودرج. والبرودرج هو عبارة عن compound or molecule of two بارت. واحد هو الدراج والبارت الثاني هو البريمويتي اللي اوصلها بالدراج حتى ازيد له مثلا الديوريشن، اقلل التوكسيسيتي، اقلل الجرعه، اسوي كيميكال دليفري. ان شاء الله ناخذها بالتفصيل. فهو برودراج للامبسيلين. البرودراج بصوره عامه ان اكتف، لكن شاف انه من يحضر الباكامبسيلين اللي هو برودرج للأمبسيلين ما بي أكتيفيتي كأنتي باكتيريال أكتيفيتي، لكن بعد امتصاصه واللي هو يكون أسرع وأسهل من الأمبسيلين، من راح يدخل إلى البلود ستريم راح يصير بيه هيدروليسيز وينطيني الأمبسيلين اللي هو راح يعطيني الأكتيفيتي. فالباك أمبسيلين ممكن أنطيه أورالي، بس اللي استفدت منه زيد لي الديوريشن أوف أكشن. فمكان ما اضطر للامبسيلين انطيه كل 6 ساعات، هنا انا راح انطيه كل 12 ساعة وبنفس الوقت معناها قلل لي الدوز. فاذا الباك امبسيلين هو برودرج للامبسيلين. اللي ايضا مستعمل وبكثرة هو الاموكسيل. الاموكسيل ايضا مثل ما شفت هو نفس الستركتشر للامبسيلين. الفرق الوحيد انه على الفينول جروب اكو بارا هيدروكسي جروب. وايضا مثل ما ذكرنا لازم يكون الايزومرز على هذا البوزيشن دي، يكون الاكتيفيتي مالته اعلى. الاموكسيل اكثر ستيبلتي، نفس الحكي هو سيمي سينثيتك، نفس الشيء يعني راح يحضر لي ال بنسيلينيك أسيد ويضيف عليه السايد تشين، أو يحضر البنسيلين ويضيف عليه السايد تشين ويحضره، فهو سيمي سينثيتيك. البرود سبكترم مالته يعني أكثر من الأمبسيلين، أكو إضافة أيضا راح الأكتيفيتي مالته راح تكون على جرام بوزيتيف وجرام نيجاتيف. الستابيليتي مالته بالاسيد شافها اكثر من الامبسيلين. الابزوربشن مالته الاورال يكون اسرع. الديوريشن مالته اكثر، فلذلك الاموكسيل ممكن انطيه كل 8 ساعات. لكن الفرق هنا شنو، من كان من الامتصاص عندي كان تقريبا كامل بالنسبه للاموكسيل، ما ممكن استخدمه للسلمونيلا او للشيغيلا. بينما الامبسيلين هل مودريت ابزوربشن خلالي جزء منه اللي ممكن استخدمه هذا الاستخدام اللي ذكرناه. الديريفيتيف اللي بعده هو الكاربنسيلين. الكاربنسيلين نفس كلام هو البنزل بنسلين اللي هو البنسلين جي، بس الفرق هنا مكان الأمينو جروب اللي موجودة بالأمبسيلين خلالي كاربوكسيليك جروب. هاي الكاربوكسيليك جروب زيدت لي الأكتيفيتي أجينست جرام نيجاتيف بكتيريا. نفس الكلام لأنه عندي أيونايزد جروب راح اشوف انه هذا اللي ساعد على انه الى قابليه يسوي بنتريشن لل سيل وول. بس مثل ما شفنا مثل ما ذكرنا بالنسبه للامبسيلين والاموكسيل كانوا اسيد ريزيستنس، لكن ما عندهم ريزيستنس للبيتا لاكتيميز. هذا الديفكت اذا تذكرون من حكينا على الالرجي الامبسيلين كان الالرجي مالته نوعا عاليه بالنسبه للبنسلينز الاخير البقيه. الكاربنسلين
البيتر اكتيميز مالته ايضا قليله، ما عنده البيتر اكتيميز ريزيستنس، ما عنده اسيد ريزيستنس، ولذلك ما ممكن انطي اورالي، انطي كانجكشن دائما. لكن وجود الكاربوكسيل زيد لي الاكتيفيتي مالته اجينست جرام نيجاتيف بكتيريا، بس ستيل الاكتيفيتي مالته نوعا ما ليميتد بحالات معينه، بس هو اكثر اكتيف على الجرام نيجاتيف. وانا انطاق ذات مثل ما لاحظنا بالامبسيلين، ذكر لك الجرام نيجاتيف، هنا قال لك اكو انواع من الامبسيلين ما يقدر يأثر عليها، هنا الكاربنس اللي ممكن يستخدم مثل ما عنانا بالسيستيماتيك اند يورينري تراكت انفكشن كوز بروتيوز سيدومونس اوريجينوزا اندول بروديوسينج بروتياز، واي من الجرام نيجاتيف اللي الامبسيلين ما يقدر ينطي الاكتيفيتي مالته عليها. وطبعا ايضا تفاعله للالرجي موجود مثل بقيه البنسلين. التوكسيسيتي مالت الكربنسلين قليله، الاكتيفيتي مالته جينست جرام نيجاتيف عاليه، فشاف انه هذه يعني ممكن يستخدمها بدوزج فورم عالي، ما بي اكتيفيتي، ما بي توكسيسيتي الا بحاله انه اذا اكو الرجي. ففكر انه يسوي ساينرجيزم ويا انذر انتيبايوتيك اللي هي التوكسيسيتي مالتها عاليه، واذا تتذكرون احنا ذكرنا هيك مثال راح يستخدمه ويا الامينو جلايكوسايد انتي بكتيريا. هذه المركبات نوعا ما بها توكسيسيتي عاليه، المفروض تستخدم ب الدوزج مالتها تكون قليلة ولفترات محددة، فلذلك فكر يسوي كومبينيشن حتى يسوي سينرجيزم بتوين الكاربنسلين هنا وخذ وياه جنتامايسين. ونرجع نحكي نفس الكلام انه ما اقدر اسويهم بدوزج فورم واحدة، لانه راح يتفاعلون، لان الكاربنسلين بي 2 كاربوكسيل جروب والجنتامايسين بي امينو جروب، فراح يصير نوع من التفاعل بين الامينو جروب وبين الكاربوكسيليك جروب، بالحاله التو انتيبايوتيك راح تتوقف عملهم. لكن اذا كل واحد بيهم انطى على جرعه منفصله راح يكون السينرجيزم مالتهم جيد، ومثل ما قال لك هنا راح يقدر يستخدمها بالسيريوس سودومونال اند ميكس كوليوفورم انفكشن. الديريفاتيف الاخر هو الكاربنسلين اندانيل. الكاربنسلين اندانيل صوديوم قسم من الكتب يعتبروه مثل الباكنبسلين هو برودراك، لانه مثل ما تشوفوا نفس الستركتشر بس سوى استر، نفس الحاله مالت الباكنبسلين بس هنا الاستر على هذا الجروب ضاف له الاندانيل. هنا هذا الاستر للكاربنسلين اسيد ستيبل، ممكن انطي اورالي، الابزوربشن مالته نوعا ما جيد، من يدخل للبلد ستريم شاف انه الاكتيفيتي راح تكون للكاربنسلين، راح يصير استر هيدروليسيس باي استريز وينطيني الكاربنسلين، الكاربنسلين هو اللي راح ينطيني الاكتيفيتي. اكو قسم ما يعتبروه برودراج للكاربنسلين، لانه شاف من درسه ان فيفو لا الا يعطيني يصير بها هيدروليس يعطيني الكاربنسلين يعطي الاكتيفيتي، لكن ستيل من سوى عليه دراسه ان فيترو شاف انه الكاربنسلين اندالين الى اكتيفيتي، والاكتيفيتي مالته كمولكيول بدون ان يصير بها هيدروليس هي قريبة من أو مشابهة للكاربنسلين. البرودكت الآخر اللي حضروه هو التكراسلين. التكراسلين
اللي سواه انه نفس الفكره مالت الكربنسلين، لكن الفينل جروب حلل اياها الى ثايول. كل synthetic penicillin derivative like carbamazepine unstable in acid and therefore must be administered parenterally. لكن اكو تو ادفانتج له، الاولى انه يكون better pharmacokinetic properties اللي هي ال concentration بالبلد سيرام ال duration مالته، هذا راح يكون افضل. والنقطة الثانية greater in vitro potency against several species of gram negative bacilli، يعني راح يكون أكثر أكثر الأعداد اللي يأثر عليها وينطي activity من الجرام negative أكثر من اللي الأكتيفيتي بالنسبة للكاربنسلين. الدريفيتيف الآخر هو أو الأنتيبكتيريال الآخر هو ميزالوسيلين. هذا ايضا كلها هذه اللي حكيناها هي سيمي سينثيتك. الميزالوسيلين هو ان اسيلو يوريدو بنسلين. الاسيل يوريدو بنسلين هذا اليوريا، فهذا المصطلح جاء من اليوريدو. اذا تلاحظ هسه احنا بالنسبه لنا لهنا هو البنسلين. إذا اكو فينول جروب، انت لو تشوف لهنا هو امبسيلين، هذا NH2 صار امبسيلين، فإذا هو كأنه مشتق للامبسيلين، انضافت عليه كل هذه الجروب اللي هو الأسيل يوريدو بنسلين. نفس الكلام الاكتيفيتي رغم انه هو مثل ما نقول لو نشوفه هو ديريفيتيف للامبسيلين، لكن شاف الاكتيفيتي مالته تشبه الكاربنسلين والتكراسلين، بس زادت الانواع اللي اثر عليها من الجرام نيجاتيف والايروبيك والانيروبيك بكتيريا. الميزاسيلين كلك جنرالي افكتيف اجينست بيتا لاكتاميز برودوسينج بكتيريا، اذا الاستفاد منه هنا أنا صار عنده افكتيفنس اجينست بيتا لاكتاميز برودوسينج بكتيريا. فإذا كستركتشر وكاكتيفيتي قريب من الكاربنسلين ومن التكراسلين، راح يكون احنا قلنا الكاربنسلين والتكراسلين كلها تكون سنسيتيف للأسيد وما عندها ذاك المقاومة البيتا لاكتيميز. هذا لا أقل تأثير بيتا لاكتيميز بس ستيل ما عنده ريزيستنس إلها، وبنفس الوقت ما أقدر أنطيه أورالي لان هو يكون سنسيتيف للاسيد. الديريفيتيف الاخر هو الفيبراسيلين اللي هو ايضا نفس الشيء، هو مثل ما تشوف هذا الاضافه هي نفس الشيء. لهنا عندنا الستركتشر مالت الامبسيلين ونضاف عليه الاسيل يوريدو بنسلين. الجنرال يوسفول اوف ذا ستاندرد سبيكترام، بس زيد لي الاكسبكترام مالتها اللي السبيكترام العفو اللي يعني صار مور مور اكتيف، صار اكستندد للاكتيفيتي مالته اجينست جرام نيجاتيف، وبنعطيك امثله على الزياده اللي صارت. البايبراسيلين اكثر باكثر اكتيفيتي من الميزاسيلين، ونفس الكلام انه راح يكون مثل الميزاسيلين
ما عنده مقاومة كبيرة للبيتا لاكتيميز انزيم. ما ممكن انطي اورالي بس مثل ما تشوف هنا نوت ابسولوت، نفس الحكي نوت ابسولوت في بيتا لاكتيميز susceptibility of fibrosinin is not absolute because beta lactamase is producing absolutely resistant strain of anger, monizaria, gonorrhea and hemophilus influenza are susceptible to fibrosinin. وقلنا هذه إذا الفيبروسيلين destroyed rapidly by stomach acid، فإذا راح أنطيها ما ممكن أنطي أورالي، راح أنطي أولي intravenously أو intramuscularly.